يسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم سلطه صحيه ولذيذه جدا، تعتبر وجبه متكامله، يعني احس ان ما بعدها شيء، خلاص كل شيء موجود فيها، وتنفع انكم تخلونها مثلا عشاء صحي ولذيذ ومشبع، يعني من الاخر راح يعجبكم. راح أسوي سلطة جرجير لذيذة جداً ومختلفة شوي عن المعتاد، فيها بطاطس وفيها باذنجان، طبعاً هذولي أنا مسويتهم بالقلاية الهوائية، يعني ما قليتهم بالزيت، فيها فلفل ملون وبصل، فيها دجاج مشوي، فيها طماطم، فيها رمان، فيها مكسرات محمصة، يعني تحسون إنها سلطة خلاص كاملة متكاملة، وبنفس الوقت نبي نسويها بطريقة صحية. بالنسبة لصدور الدجاج تبلتها بملح وفلفل أسود وبهارات إيطالية وزيت زيتون، راح أشويها بالشواية عشان نضيفها للسلطة بعد ما نخلص. الدريسنج اللي راح نضيفه علبة زبادي وملح وفلفل أسود وعصير ليمونة وزيت زيتون وصوص الرانش وكزبرة، كلها راح أخلطها بالخلاط عشان نضيفها للسلطة. كذا مقاديري جدا واضحة. هذا دريسنج جاهز عندي، حطيت علبة زبادي وعصير ليمونة وزيت زيتون وملح وفلفل أسود وكزبرة وصوص الرانش. حطيت الدجاج فوق السلطة والحين أصب الصوص عليه، وبعدين نوزع المكسرات والشيري توميتو. وهذه سلطتنا وخلصت. تشوفون الألوان؟ بصراحة أنا أعتبرها تغذية بصرية قبل تكون بطنية، وفوق كذا غنية بالفيتامين والبروتين، يعني وجبة غذائية متكاملة تنفع عشاء صحي ولذيذ بنفس الوقت، ممكن تسوونها بجمعاتكم بعزايمكم وبالعافية.